رسموا فرحهم بتفوق واجتهاد بعد أن خططوا لمستقبلهم ونالوا المراد. الدفعة 12 من طلاب الجامعة الأمريكية في السليمانية تخرجت. مراسم حفل التخرج أقيمت في الجامعة وسط حضور لافت. أكثر من 250 طالب تخرجوا وهم الدفعة 12 من الجامعة الأمريكية في العراق السليمانية. حفل التخرج تم بحضور عدد كبير من الشخصيات المهمة، على رأسهم مؤسس الجامعة الدكتور برهم صالح، وكذلك السفيرة الأمريكية في العراق، وكذلك وزير التربية والتعليم العالي، والكثير من الشخصيات والسفراء المهمين في الإقليم وفي العراق. الاختصاصات شملت جميع الاختصاصات في الجامعة الأمريكية. مشاعر الاحتفال بالنجاح كانت واضحة عند الطلبة وهم يتحدثون عن تخرجهم من الجامعة الأمريكية في السليمانية. تخرج لن يكون نهاية المشوار كما يقولون، بل البداية لمرحلة أخرى عبر بوابة الجامعة التي تفتح لهم آفاقا جديدة. شعور ما يوصف أبد، لأنه هو في شيء كلش كبير. يعني أنا استغرق من عندي 4 سنوات قراية وتعب على مود أوصل هاي النقطة اللي هي بداية طريق ثاني. مع مدرسين أجانب وأمريكان تمكنت من تحقيق البكالوريوس، وإن شاء الله راح أقدم على دراسة الماجستير في المملكة المتحدة بريطانيا، وتعتبر هاي تكمل المشوار. المشوار ما انتهى، المشوار مستمر. مناسبة في صرح علمي جمع تحت قبته الطلاب من مختلف المحافظات، درسوا وتخرجوا بتخصصات مختلفة ليساهموا في خدمة بلدهم عبر ما اكتسبوه من جامعتهم. من السليمانية، بدر الركابي، التغيير.